الشيء اللي يطمنك انت مختلف عن الشيء اللي يطمني انا. خلاص انجربت، تركني انا اجرب. معكم هند محمد، اجسد شخصيه جويريه في مسلسل الميراث. طبعا زي ما انتم تعودتوا وشفتوا من بدايه الحلقات، فكره المسلسل باحداث متصاعده غير متوقعه. فتقريبا احنا معتمدين ان كل مجموعه حلقات نتفاجأ بشيء جديد غير متوقع على صعيد جميع الشخصيات، مش مرتبطة في شخصية واحدة. لعل مثلا أنا أتفاجأ بنفسي في شيء وقعت فيه، لربما شخصية ثانية تفاجأت بشيء وقع فيه. حابة تروح تمارس مهامك اليومية ولا تشوف لنا حل بديل؟ طبعا عملية التشويق موجودة، عملية الأمور المتتابعة والمتصاعدة برضو فيه، لأن كون هذا مسلسل طويل فلابد عملية التشويق والتجديد والتغيير في مجرى الأحداث.